القاعدة اللي تحت قاف واحد، والقاعدة العلوية دي اللي فوق قاف اتنين. هلاحظ هنا برضو ان في ارتفاع. هعتبر ان القطعة المستقيمة دي هي ارتفاع شبه منحرف على اساس ان دي جيم سين مثلا، والزاوية دي لازم تكون قائمة. اي ارتفاع لازم بتكون او بتصنع الزاوية بتساوي 90 درجة مع القاعدة بتاعتها. يبقى ايه القانون بقى بتاع المساحة؟ القانون بتاع المساحة عبارة عن قاف واحد زائد قاف اتنين على الاتنين في الارتفاع. القانون ده بيحسب لي مساحة شبه المنحرف يا إسامة. طيب في تنبيه مهم جدا برضو، في حاجة اسمها القاعدة المتوسطة. القاعدة المتوسطة دي مثلا اسمها لام نون، مثلا لام نون اللي هي الخط اللي في النص ده اللي انا رسمه. القاعدة المتوسطة دي ليها قانون، هي القاعدة المتوسطة دي بتساوي قاف واحد زائد قاف اتنين على الاتنين. دي كده القاعدة المتوسطة. يعني أقدر أكتب المساحة بطريقة تانية بتاعة شبه المنحرف كالتالي. يبقى أنت عندك دلوقتي المساحة بتاعة شبه المنحرف ليها قانونين. القانون الأولاني إحنا خدناه خلاص، أقول لفوق ده هو المساحة ده. في قانون تاني بقى أكتبه لك دلوقتي، اللي هو المساحة بتساوي القاعدة المتوسطة في الارتفاع. القاعدة المتوسطة ضرب الارتفاع. مهمتك تحفظي لي بقى القوانين دي كلها. وأصلاً أنت واخدة القوانين دي فيما سبق المفروض. طيب دلوقتي هنا بيقول لي احسب محيط شبه المنحرف، ومدينا القاعدة الكبرى من حقي اكتب فوق ال10 دي قاف واحد عشان ما اغلطش، وقاعدة الصغرى اللي هي 6 هسمي ال6 دي قاف اتنين عشان ما اغلطش. طيب واضلاعه الجانبية كام؟ 4 سنتي. واضلاعه الجانبية بتساوي ايه؟ 4 سنتي. هو هنا عايز المحيط مش عايز المساحة. خلاص؟ هقول المحيط بيساوي مجموع أطوال الأضلاع دي كلها. المحيط بيساوي 10 زائد 6 زائد 4 زائد 4، لأن هو بيقول لي أضلاعه الجانبية. أضلاعه الجانبية هو عنده كم ضلع جانبي؟ بيبقى ضلعين، وكل ضلع فيهم واخد 4 سم. طيب الكلام ده هيساوي كام؟ طيب 10 و6 16 و4 20، و4 يبقى 24 سنتيمتر. طب لو طلب مني المساحة، المساحة بتساوي المفروض احنا خدنا قاف واحد زائد قاف اتنين على الاتنين في الارتفاع. فلو هو اعطاني الارتفاع هنا مثلا ب5 سنتي مثلا، نقول مثلا الكلام ده هيساوي قاف واحد ب10 قاف اتنين ب6 على الاثنين في الارتفاع اللي هو 5. طيب 10 و6 16 على الاثنين فيها 8، 5 في 8 40 سنتيمتر ايه مربع. يقول لي اذا كان ارتفاع شبه منحرف 6 سنتيمتر وقاعدتيه، طبعا هكتب هنا قاف واحد ودي قاف اتنين عشان ما اغلطش. احسب مساحته، المساحة بتساوي، نكتب القانون. طبعا قاف واحد زائد قاف اتنين على الاتنين في الارتفاع. طيب تعالي نعوض، الكلام ده هيساوي طيب قاف واحد ب8 قاف اتنين ب12 على الاتنين في الارتفاع اللي هو 6. طيب 8 و12 20 على الاثنين فيها ال10 في 6 هيدينا كام؟
60 سنتيمتر ايه مربع،